أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالكم بأحسن القبول. في هذه الليلة عندنا وقفة مع بعض ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من روايات ترتبط ببعض الجوانب الأخلاقية ذات البعد الاجتماعي. أول قسم من هذه الروايات رواه الكليني في الكافي بالسند عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله. فإذا المسألة بالنسبة إلى الاقتصاد في المعيشة بمعنى أن يحسن الإنسان تدبير ما يدخل عليه من مدخول، من رزق، من مال، من مكسب، أن يحسن التعامل مع هذا المال بحيث أنه لا يكون مبذراً، ومن جهة أخرى طبعاً أن لا يكون بخيلاً، أن لا يقتر على نفسه وعلى عائلته. هناك نتيجة تلقائية تترتب على هذا الأمر فيما له علاقة بتنظيم حياة هذا الإنسان، وهناك بعد آخر لهذه المسألة بأن الله عز وجل يبارك في رزق هذا الإنسان بحيث أن الله يعطيه أكثر. يعني كأن عملية الاقتصاد في المعيشة هي نوع من شكر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وعد عبده بأنه إذا شكر فإنه يزيده ولئن شكرتم لأزيدنكم، وفيها تأكيد لأزيدن، تأكيد مرة أخرى. فهنا الإمام عليه السلام يقول: من اقتصد في معيشته، طبعا يروي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر، كأن هذا نوع من ماذا؟ من كفر النعمة. فبالتالي كأن الله يقول: أنت لا تستحق ما أعطيتك، ومن بذر حرمه الله. في رواية أخرى أيضا في الكافي، وفيها الإمام بطريقة عملية يبين للي كانوا حاضرين في مجلسه كيفية عملية تدبير المعيشة والاقتصاد فيها، بالسند عن عبد الملك بن عمرو الأحول قال: تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شوف الطريقة العملية اللي استعملها الإمام. قال: فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال: هذا الإقتار، يعني ما طلع من يده شيء، فهو ممسك بكل ما أعطاه الله، هذا الإقتار الذي ذكره الله في كتابه. ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها، يعني خلى كل اللي بإيده ينصب، ثم قال: هذا الإسراف، ما خليت شيء منه. ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام. هذا اللي هني الإنسان يكون شنو؟ يكون في حالة وسطية، لا هي حالة تقتير وبخل، ولا هي حالة إسراف أو حالة تبذير. القسم الثاني من الروايات في كتاب المحاسن للبرقي بالسند عن أديم بياع الهروي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: إن الله يبغض البيت اللحم. يعني متداول بين الناس بأن النبي صلى الله عليه وآله قايل هذا الكلام: الله يبغض البيت اللحم. طيب شنو اللي يتبادر في ذهن الناس من يسمعون هذه الكلمة؟ كأن الرسول يبغض أكل اللحم، فبالتالي البيت اللي يقبلون على اللحم وكذا
بيت مبغوض عند الله عز وجل. قال: إنما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس. مو المقصود من هذا اللي يكون ماذا؟ يكون الإنسان يأكل هذه النعمة اللي الله أعطاها ومن بها على خلقه. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بأن أعطاهم الأنعام، هي وسيلة ركوب، وهي يأخذون أصوافها وأوبارها ويأكلون لحمها ويشربون لبنها إلى آخره. فيقول أكل اللحم هو الله معطي الناس هذا الشيء، هذه نعمة من الله عز وجل. ولكن البيت اللحم يعني البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس، وفي رواية أخرى قال هكذا: إنما ذاك من اللحم الذي قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني بالغيبة له والوقيعة فيه، يعني حشون فيه، حشون في الناس. البيت اللي يكثر فيه هذا، وطبعا مو ضروري أنه يكون بيت السكن، الديوانية اللي تكون من هذا النوع هي بيت مبغوض عند الله، المكان اللي يجتمعون فيه الناس ويكون ذكرهم هو غيبة الناس، أكل لحوم الناس، إسقاط الناس، إسقاط شخصياتهم، الوقيعة فيهم كما يقول الإمام، يقول هذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا المكان يكون ماذا؟ مكانا مبغوضا عند الله لا يحبه الله عز وجل. رواية أخرى أيضا في باب الاغتياب في الكافي بالسند عن حفص بن عمر أو عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله: ما كفارة الاغتياب؟ الآن صار واغتبت واحد. طبعا في عندنا روايات إن الشخص اللي اغتبته إذا ما يدري، ما وصل له خبر، لا تروح تقول له، لأن هذا راح يترك أثر سلبي في قلبه، ممكن يبغضك، ممكن علاقتكم مع بعض تخرب، ماكو داعي. أنت صلح غلطتك، صلحها أمام الناس اللي تكلمت عندهم، وصلحها بينك وبين رب العالمين بالاستغفار والتوبة. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وآله كما يقول الإمام الصادق: ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. كل ما يجي على بالك هذا الشخص اللي اغتبته في يوم ما وسقط شخصيته، تدعي له، تدعي له بماذا؟ بالمغفرة. فيكون هذا سبب للرحمة لهذا الإنسان وتكفير للذنب، انك انت سقطت شخصيته امام الآخرين، وتكفير للذنب اللي ارتكبه الإنسان بالغيبة. القسم الثالث والأخير: كتاب الإمامة والتبصرة بالسند عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو سند الرواية. قال: شر الناس المثلث. هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله. شر الناس المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيك إلى السلطان فيهلك نفسه، هذا واحد، ويهلك أخاه، هذا اثنين، ويهلك السلطان. هذا شلون يكون؟ يقول عصفور، عفوا، يقول عدة عصافير بحجر أو عصفورين بحجر، هذا هني يصيب ثلاثة، ولكن يصيبهم بماذا؟ يصيبهم بالهلكة، يصيبهم بغضب الله، بعذاب الله. شلون؟ جهد من شخص واحد لما يروح ينقل خبر إلى جهة ظالمة، بحيث هذا الظالم شي يسوي؟ يؤذي ويبطش بهذا الإنسان اللي وصل له الخبر. شنو النتيجة؟ إن هذا الظالم ارتكب ظلم هني إضافي، فعليه غضب من الله عز وجل وعقاب. هذا الذي أصابه الضرر أيضا تضرر في الدنيا. وثم الثالث ماذا؟ الثالث هو الشخص الساعي، بأنه هذا الشخص الساعي أيضا يكون مغضوبا عند الله عز وجل. الذي يسعى بأخيك إلى السلطان فيهلك نفسه، ويهلك أخاه، ويهلك السلطان. هذا الإنسان شو يسمي النبي؟
يقول هذا المثلث شر الناس المثلث، دفع الله عنا هذا الأمر. أعطيكم يعني حادثة من سيرة الإمام الصادق عليه السلام، كيف أنه كان يعاني من مثل هذا النموذج المثلث. تدرون أنتم كانت الدولة العباسية قد يعني للتو قد نهضت، وصار بينها وبين العلويين صراع، وكان في ملاحقات وسجون إلى آخره. فأحد الأشخاص اللي كانوا مستهدفين من قبل عيون السلطان اللي هو ذاك الوقت كان الخليفة أبو جعفر المنصور، كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأيضا بعض آل علي مثل عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وكان عبد الله بن الحسن من الشخصيات المبرزة في آل علي، كان شيبة عالما مؤمنا معروفا بين الناس، قائدا للثورة ضد الأمويين، فبالتالي كان وجها في آل علي. شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: طلب المنصور علماء المدينة. أبو جعفر المنصور لما نيا المدينة المنورة كانوا يجون مرات للحج كذا، فيمرون أيضا على المدينة، فطلب علماء المدينة يجون يحضرون عنده، يبي يوجه لهم الآن إما تهديد إما إغراءات. بالنتيجة فلما وصلنا إليه، كان من بينهم الإمام الصادق، خرج إلينا الربيع الحاجب، حاجب اللي هو أبو جعفر المنصور، فقال: ليدخل على أمير المؤمنين منكم اثنين يدخلون. فدخلت أنا وعبد الله بن الحسن، فلما جلسنا عنده قال، يوجه كلامه للإمام الصادق: أنت الذي تعلم الغيب. يعني كان في عيون وجواسيس يدعون على الإمام أنه يقول أنا أعلم الغيب، فهذا نوع من الدعاية من الوشاية الباطلة الظالمة التي أريد بها إلحاق الضرر بالإمام الصادق. فلما الإمام هناك يقول شر الناس المثلث، هو كان يعاني من هذا النموذج. قال: أنت الذي تعلم الغيب. فقلت: لا يعلم الغيب إلا الله. فقال: أنت الذي يجبى إليك الخراج. الخراج هو شنو؟ ضريبة الأراضي الزراعية يسمونها الخراج، وهذه تذهب لمن؟ تذهب للسلطان، تذهب للحاكم. فكانت وشاية أخرى أن الإمام الصادق يطلب من جماعة شي يسوون، يعطون خراج الأرض الزراعية اللي عندهم، وبالتالي كأنه يتهم الإمام، يقول له: أنت بديت تجمع فلوس وكذا، إذا براسك شو تسوي؟ تسوي لك ثورة، تسوي لك حركة ضدي. أنت الذي يجبى إليك الخراج. فقلت: بل الخراج يجبى إليك. فقال: أتدري لما دعوتكم؟ فقلت: لا. فقال: إنما دعوتكم لأخرب رباعكم، خرب بيوتكم على روسكم بهالمعنى، يعني لأخرب رباعكم وأوغر قلوبكم وأنزلكم بالسراء، فلا أدع أحدا من أهل الشام والحجاز يأتون إليكم فإنهم لكم مفسدة. يعني أنا أبي أخرب عليكم دنياكم وأخرب علاقتكم أيضا بالناس، بحيث ما حد يتوجه إليكم يسألكم يجتمع فيكم إلى آخره. فقلت: إن أيوب ابتلي فصبر. يعني أيضا نحن ماذا؟ نصبر، هذا طريق الأنبياء، وإحنا نصبر على مثل هذا الظلم. إن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وإن سليمان أعطي فشكر. أنت الحين صار عندك، المفروض أن تشكر الله مو تظلم بهذه الصورة، وإذا أعطانا الله شكرنا الله عز وجل، إلى آخر الرواية. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.